السلام عليكم، مرحبا بكم كامل أو معنا اللي داك في السهرة. راح نحاول نشرح فيها بعض المفاهيم. راح إن شاء الله تكون هذه المحاضرات متكررة بقدر المستطاع بإذن الله. مرات تكون محاضرات ومرات تكون تطبيقات مباشرة ولا ديمونستريشن. اليوم إن شاء الله راح نبدأ بالتخزين بالستوريج. ولما نحكي على ستوريج الناس تجي بالهم مباشرة ديسك ولا التخزين اللي عنده مباشرة في البي سي تاعه. لكن لما نتكلم على داتا سنتر ونتكلم على مثلا شركات كبيرة، حكاية التخزين تكون مجال قائم بذاته. والتخزين أصلا في هذه الشركات يكونوا مهندسين متخصصين فقط في التخزين، هما يسمى بالستوريج. معناتها هناك مهندسين في ستوريج حاليا. حتى في مجال الشغل ناس اللي تحوس على عمل، هو مجال مطلوب كتير، خاصة الناس اللي تواكب التطور وعندها علم ودراية بآخر التكنولوجيات في هذا العالم. هناك صنفين، هناك عالم تخزين proprietary كما تأخذ مثلا تخزين عند IBM ولا عند إيتاشي ولا عند HP ولا عند لينوفو. هادو فيه ناس متخصصين. وكاين حاليا تكنولوجيا خاصة اللي ليس لها علاقة بموزع هارد بحد ذاته، فيها إلا السوفت، وبهذا سمي السوفت ديفايند ستوريج، هو ساف. فيه ساف وفيه برامج أخرى فيها جلوستر. احنا راح نشوفه الساف لأنه الأكثر استخداما حاليا، خاصة في مجال الكلاود. لكن إذا حبينا نتكلموا عن ستوريج، قبل أن نتكلموا عن ستوريج لازم نعرفوا شو هما أنواع التخزينات اللي كاين. احنا كمستعملين عاديين لللابتوب أو جهاز مكتبي أو داتا سنتر، اللي يهمنا أنه المعلومات تتخزن، لأنه ما نحوسوش أصلا على الطريقة اللي راح تخزن بها هذه المعلومات. لكن حاليا أصبح المهندس المتخصص في التخزين ولا storage engineer لازم يكون عنده دراية بالأشياء، لأنه إذا طلب منه تخزين شيء لازم يعرف أي وسيلة تخزين لازم يستعملها من أجل ربح الوقت، ربح الكاباسيتي، ربح أشياء كثيرة. هناك عامة هناك ثلاث أنواع، كان بلوك ستوريج، فايل ستوريج، أوبجكت ستوريج. إحنا المتعارف عليه هو الفايل ستوريج وبلوك ستوريج. كي نحكيه على بلوك ستوريج، هو الديسك أصلا لما يجي فارغ. هذا الطريقة الوحيدة إحنا اللي تخلينا نستعمله هذا الديسك أنه لازم تهيئة تاعه ولا ما يسمى بالفورمات، نعملوا عليه تهيئة فورماتاج. هذه التهيئة وش تدير فيه؟ تحط فيه فايل سيستم. الصورة اللي أمامكم الأول هو بلوك ستوريج، معناته إذا حاولت أنك تستعمل هذا الديسبوزيتيف وش لازم؟ لازم تستعمله بصفة مباشرة، معناه ما فيش فايل سيستم. وكاين عدة استعمالات في هذا المجال. واحد يقول لك إذا أنا عندي غير ديسك وما نعملهاش فايل سيستم، علاش نستعمل أصلا هذا الديسك؟ راح نعطوا أمثلة من بعد لحالات استعمال هذا. الثاني هو المتعارف اللي تعرفوه، ديسك ولا فلاش ديسك، لما تجيبوه تهيئوه ديروا في فايل سيستم NTFS ولا XFS ولا أي فايل سيستم،
وتصبح الديسك ولا وسيلة التخزين تاعك مهيئة على شكل ملفات مثلا، ولا تقوم انت بالتنظيم تاعها عن طريق الملفات والفايلز. وفي طريقة جديدة، هي جديدة قديم، لأنه الآن أكثر استعمالا في ستوريج، وش هي الأشياء اللي نستعملوها بزاف في ستوريج ولا اللي تستحق ستوريج بكثرة، هي الفيديو والإيماجز. معناتها الصور كثيرة، الناس تلتقط صور، تحط صور على الكلاود، تحط صور فيديوهات على الكلاود، على اليوتيوب. مستحيل أنه راح نستعمله مثلا في ستوريج علشان نحطه هذا الداتا، لازم شيء ثاني. احنا ما راحش نتعمقوا علاش الفرق بين الاوبجكت ستوريج والفايل ستوريج والبلوك ستوريج، هذا ان شاء الله اللي راح يتخصص فيكم في هذا المجال راح يكون عنده الوقت الكافي باش يحضر نفسه. لكن كمعلومة اللي لازم تعرفها كمهتم بالتكنولوجيا بصفة عامة، في ستوريج لازم تعرف باللي كاين 3 أنواع، وراح نشوفه باللي فيه مثلا كي تشري انت ديسك، هذا الديسك هذا عندك طريقتين تستعمله بهم، بلوك ستوريج ولا فايل ستوريج، باش تهيئه ويكون قابل انه يستقبل اوبجكت ستوريج لازمها تهيئتان. راح نشوفوا هذا غير بشويه بشويه. هذو المبادئ الاولى اللي لازم يعرفهم واحد، وش هما انواع التخزين اللي كاينين ولا ستوريج تيب اللي كاين. شيء ثاني، لما نحكي على تخزين معلومات كبيره هنايا، لازم ايضا يجي عندكم لازم تكون عندك مفاهيم لواحد تخليه يفهم ستوريج كاش يمشي. مثلا اذا خذينا مثل، هل لما نحط انا فايل على اليوتيوب هذا الفايل مخزن في مكان واحد؟ مستحيل يكون مخزن في مكان واحد. اذا كان مخزن في مكان واحد، اذا هذاك المكان اللي راك مخزن فيه هذاك الفيديو لا قدر الله صلات فيه مشكل، مستحيل يمكن ارجع. وش لازم نديره؟ لازم يكون عندنا حاجه اسمها فولتر. بعد لو كان أم مثلا يكون عندك نسخة ثانية، هذه النسخة الثانية فيها مفهومين، في المفهوم المتعارف عليه هو الريبليكيشن. أوكي، الريبليكيشن وش معناتها؟ معناتها عندك منظومة تخزين كبيرة، بغض النظر هذه المنظومة كشرها مؤسسة فيها سيرفر واحد ولا 10 ولا 1000 ولا، انت المهم عندك انك لما تحط معلومة ولا تحط فايل ولا تحط فيديو في هذيك المنظومة التخزين، انت متأكد باللي مستحيل الفيديو نتاعك يروح. مثلا هنا هذا اللي متكلف بهذه المنظومة وش راح يدير؟ اضعف الايمان راح يعمل دي كوبي، يعمل كوبي على هذاك الفيديو، نفسها نفس واحد عندها في البيت عندها فاشات مثلا، عندها مفتاح واحد، مش يديروا دي كوبي، بغرض انه اذا لا قدر الله ضيع واحد يكون عنده كوبي. نفس الذهنيه في ستوريج، لازم عندك كوبي. لكن واحد ياخذ حذره هنا، لانه ريبليكيشن معناتها انك رايح اذا درت كوبي 3 مرات معناها راح تخسر تخزين 3 مرات. اذا كان عندك فايل فيه 1 جيجا، جيجا واحد، اذا عملت لها كوبي مرتين راح تخسر 2 جيجا. شو معناتها؟ معناتها 2 جيجا هذه مستحيل تستعملها، لانها مستعمله مع انك عندك جيجا اخر اللي انت حاليا تستعمل فيه. الكوبي اللي عملها من باب الاحتراز بس. اوكي، هنايا وش يكون فيها؟ يكون فيها منافع وفيها
تاني مشاكل. نهضروا بالأكثر على المنافع. المنافع نتاعها أنه هذه التقنية ولا replicated backend كي تستعمل replication في منظومة تكون تطلع لك البرفورمانس. مش معناتها في حالة ضياع أي كوبي يمكنك تروح للكوبي الثاني مباشرة، ما فيش طريقة ثانية ولا تحوش تجيب الفايل الضايع ولا لا، تروح مباشرة للكوبي وتستخدمها. المشكل اللي شفناه هنايا وش قلنا أنها تعمل الكوبي، كي تعمل الكوبي معناها ضايع في المخزون والكاباسيتي. أوكي الكاباسيتي معناتها أنت باش تكون إذا كان عندك معلومات كبيرة عندك انتيرا مثلا وحاب تدير 4 تاع الكوبي لازم لك المنظومة تاع التخزين يكون فيها 5 تيرا، وباش يكون عندك 5 تيرا معناتها لازم تشري أجهزة تخزين، وهذه تخلي الآن التخزين نتاعك يكون غالي كتير. هذا الاستعمال الأول. أوكي إذا كنت تحتاج في هذا في المنظومة التخزين اللي راهي عندك والداتا سنتر اللي يقوم بالتخزين عندك تحتاج البرفورمانس والرابيديتي باش تجيب الأشياء الضائعة لازم تروح على هذا. هنا غادي تخسر في الكاباسيتي وتربح في البرفورمانس. فيه نوع ثاني اللي نستعملوه في الكوبي، لكن نقدر نقوله باللي أنها كوبي انتليجنت كوبي ولا كوبي بطريقة ذكية، وهذه متعارف عليها في مجال التخزين إيريزر كودينج. وهنا نستعملوا الخوارزميات الجوريزم، معناتها إذا ضاعت معلومة يمكن إيجاد هذه المعلومة عن طريق هذا الالجوريزم. أوكي وش الفرق بينها وبين الريبليكيشن؟ الريبليكيشن قلنا إذا عندك 1 تيرا وحبيت يكون عندك 3 تاع لي كوبي معناتها راح تضيع 3 تاع التيرا. في الإيريزر كودينج هنا إذا حبيت الوان تيرا هذا يقول عندك لازم يكون عندك معليش 3 تاع لي ديسك، لكن هو يستعمل بس 2 والثالث يكون مستعملها إلا في حالة ضايع وين يخدم به الريكوبيراسيون تاعك. ما هنايا طريقة أخرى، احنا ما راحينش نحكيو على كاش يخدم وهاد لي زالغوريتم كاش يخدمون. اللي حابين قلت لكم اللي راح يروح في ستوريج إن شاء الله راك تشوفوا باللي ستوريج عالم وحده. احنايا نشوفوا باللي كوبي فايل حطه عندك في الكلاود ولا حط في فايل في اليوتيوب عندك حاجة سهلة، بصح هي تكنولوجيا قائمة بذاتها لا علاقة مع الأنظمة والنتورك. وهنا نحكي على كي تحكي على السيكوريتي واحد يقول لك مجال السيكوريتي هذا أصلا عنده مجال وحده في السيكوريتي. المشكل اللي احنا عندنا هو البرفورمانس هنا تهبط. ليش؟ علاش؟ لأنه إيجاد المعلومات الضائعة يجب استعمال فيه وقت للحساب، وهذاك الوقت ضيعه على حساب أنك ربحت الكاباسيتي. هنا رأينا شفنا طريقتين، ريبليكيشن نضيعوا فيها كاباسيتي ونربحوا في البرفورمانس، والثانية إيريزر كودينج نربحوا في الكاباسيتي ونخسروا في البرفورمانس. في هذه الحالة على حسب التطبيقات اللي راح تستعمل هذا الستوريج ولا هذا التخزين لازم تشوف واش تحط. هل غادي تخدم بالإيريزر كودينج ولا تخدم بالريبليكيشن؟ هل عندكم أسئلة حتى الآن؟ في كويشن حتى الآن ولا لا؟
مصطفى لايكرد، يا لايكرد. أنا نحاول يكون تكون المحاضرة أكثر بالعربي وشوية إنجليش، لأنه فيه معنا ناس ما بتحكي فرنسي. ما احنا في الجزائر متعودين أنه نحكيه بالدارجة، حتى أخوانا في المغرب وتونس ما عندهم مشكل باللهجة بتاعنا، لكن مثلا واحد مصري ولا سوداني ولا سعودي ما يفهم علينا، لكن احنا ما عندنا مشكل مع العربية. هنا شفنا الطرق اللي تستعمل في التخزين. اوكي، راح نشوفوا شيء ثاني. التخزين عبر نقدر نقوله عبر التاريخ، قبل اللي كان يستعمل التخزين ليس له علاقة بوش كاين في مجال التخزين. معناته عندك storage انفرا، ناس مسؤولين عليها، انت تطلب فقط ديسك ولا فايل سيستم وهما يعطوها لك، معناتها انت تبقى دائما مستعمل، ما عندك حتى طريقة اخرى انك تستعمل بها هذاك ستوريج، ما في طريقة اخرى. مع تغير التكنولوجيات وخاصة ظهور ما يعرف بالسوفت ديفايند في كل المجالات، سوفت ديفايند نتورك، سوفت ديفايند ستوريج، سوفت ديفايند فايروال، سوفت ديفايند داتا سنتر، كل هذه التكنولوجيات خلت الناس خلينا نقولوا انه خلطت في الرولز. مكري كاين ادمين سيستم، ادمين ريزو، حاليا كله دخل ببعضه. إذا أنت تعمل على admin system في الكلاود لازم يكون عندك معرفة بالnetworking في الكلاود، وإلا راح تضيع. في نفس الشيء الآن في storage، إذا أخذنا الآن لهنايا، أنا معناتها هذه الطبقة اللي كانت حاجة لمصنعين معروفين مثل اي بي ام ولا ايتاشي ولا اتش بي ولا فيجيتسو ولا اللي مشهورين في التخزين، وفي الان هذا الان الهاردوير اصبح يمكن تستعمل اي هاردوير، مهم سيرفر. المشكل اللي كان عندنا اذا بديت انت بستوريج بالاي بي ام لازم تكمل بالاي بي ام، صعب انك تزيد شيء خارج اي بي ام، مش مستحيل، لكن عمليه المونيتورينج، عمليه الاوبتمايزيشن، كل هذا الشيء يصبح صعب، لانه اصلا خاصك مهندسين يكونوا متمكنين في التكنولوجيات الاثنين. لكن مع ظهور السوفت ديفايند ستوريج هنايا وش لازم؟ لازم سوفت ليعمل عمل هذا أدوات التخزين إذا صح التعبير، وهذا السوفت يمكن تنزله على أي سيرفر. شيء ثاني، السوفت open source، مش معناته؟ معناته يمكن تستعمله مباشرة كفايل سيستم ولا بلوك ستوريج، ويمكن أصلا إثراءه على حساب الاحتياج نتاعك في السيستم، في البروغرام عندك، على حسب الاحتياجات نتاعك. معناتها اصلا يمكن انا نخدم نظام تخزين ولا طريقه تخزين خاصه بي بستعمل فيها الادوات المطروحه في اللي تجي مع البروغرام، لانه كل المكتبات للليبراري راح نشوفها مثلا في السيف موجودة وأوبن سورس، يمكن إثراءها. حتى هذا الآن أصبح الأدمين واليوزر في نفس المستوى، اليوزر والأدمين، اليوزر قادر يكون أدمين لكن أدمين في شيء، والأدمين نفسه
بعض الأحيان يكون هو اليوزر بالنسبة للأدمين تاعي. خلينا نروح الآن الأكثر استعمالاً حالياً والنمبر وان في كلاود برايفت كلاود، خصوصاً في البرايفت كلاود، هو ريد هات سيف ستوريج. أوكي، هو ريد هات سيف ستوريج. ريد هات سيف ستوريج هو من أكثر البرامج شوف ديفايند ستوريج المعروفة حالياً اللي يستعملوها الناس اللي يعملوا برايفت كلاود. أوكي، هنا ما نتحدثوش على أمازون وجوجل وأزور، أنا نتحدثو على ناس رايحة تعمل داتا سنتر خاص بها، معناتها تكون عندها كل المعلومات تاعها تكون عندها في المؤسسة، ولا نصيبوها هذه أكثر في المؤسسات الحكومية، ولا حتى في بعض المؤسسات الخاصة، ولا مؤسسات جيش، ولا وين كاين التخزين عنده حساسية. الفرق بين سيف ستوريج مثلا ولا ستوريج التخزين اللي يكون على السيف وتخزين يكون على أدوات مثل اي بي ام ولا شيء ثاني، انه الستوريج هنا اذا حبيت تزيد في الكاباسيتي انت مش مربوط بمصنع هاردوير بعينه، معناتها انا بديت مثلا بلينوفو او ب اتش بي يمكن يوم اخر استعمل السوبر ميكرو مثلا، ولا نبدي بسوبر ميكرو ونكملها ب اتش بي ولا بدال، لانه انا ما يهمني انا وش يهمني في السيرفر هو الديسك وبس، ديسك ميموري هذا اللي. ويمكن انك تروح من كاباسيتي الواحد بيتا الالاف البيتا في رمشة عين، خاصة مع الاوتوميشن. مع الاوتوميشن يمكن تقول اذا حبينا نجيبو مثلا انكلوزر اي بي ام لو تزيد تجيبها معاك تاخذ وقت كتير حتى في الانتجريشن وتكون صعبة اذا ما كانش عندك اليد ولا المهندس المؤهلين لذلك. هنايا الملاحظة اللي حطوها الثانية انه قلنا باللي هذه تقدر تستعملها على اي سيرفر من نوع x86 x86، هما هما السيرفرات ولا الخوادم الاكثر استعمالا حاليا حتى عند الشركات الكبرى. شيء ثاني انه اذا كان عندك داتا سنتر اللي فيه تمركز في عدة مناطق، وهنا نهضروا واللي نتكلموا على مالتي سايت، هنا نحكيوا على ديزاستر ريكوفري. وش معناتها؟ معناتها إذا كل الداتا سنتر لا قدر الله راح، عندك داتا سنتر آخر اللي يكون فيه نفس المعلومات اللي كان في داتا سنتر واحد، وهذا الواحد يطرح سؤال هنايا كاش تكون السينكرونيزيشن بين الاثنين، ولازم كونفيجريشن ولا ما لازمش. كل هذا يمكن تهيئته بطريقة سهلة، لكن إذا كانت عندك مثلا بي اي بي ام في السيت الأول وفي السيت الثاني حبيت تعمل ريبليكيشن لازم يكون عندك اي بي ام، ولا مستحيل تكون معك الحكاية إلا إذا قمت بمناورات للعواقب تاعها غير معروف. هذو مميزات نتاع ساف. خلينا نشوفوا الآن أرشيتكتر نتاع ساف. ساف فيه نوعين من السيرفر، معناتها كاين سيرفر يكون فيه إلا ستوريج، وهنا هذا النوع من السيرفرات والخوادم لازم يكون فيهم عدد كبير من هارد ديسك، وفيه سيرفرات اللي خدمة تاعهم أنهم يقوموا بالأوبسيرفيشن على كل المنظومة اللي عندك. راحين نشوفوا هذا
باستعمال دقيقة نشوفه فيه. أنا أظن سؤال، خلينا نشوف. Surface SDS. أوكي. لما نجي لهنايا، أنا مثلاً رايح يكون عندي أوبس. OSD. OSD بعد نشوفوا شو معناتها OSD. هادو خدمتهم التخزين، معناتها هنايا اللي يهمني هو الهارد ديسك. والهارد ديسك هنا فيه أنواع كما تعرف، فيه الهارد ديسك عادي ساطع، وفيه الهارد ديسك أكبر شوي اللي هو ساس، وفيه نوع تاني من الهارد ديسك اللي هو أسرع اللي هو SSD، وفيه آخر ما توصلت له التكنولوجيا حاليا هو الـ NVMe. أوكي، لكن كل واحد وعنده خصوصيته، لأنه NVMe صحيح سرعة فائقة لكن سعر ليس بمتناول الجميع. يمكن نستعمله من أجل كاش ولا جورنال جورناليزيشن، أوكي، بس شيء ثاني لا. إذا أنت تحب تكون عندك كاباسيتي كبيرة، من الأحسن أنك تعمل كومبينيشن بين الساتا والساس والNVMe، ولا الساتا والSSD، ولا هنا هذه على حسب وش راك حاب يكون عندك في التخزين. هذه لازم لها حكاية أخرى، لازم لها أصل المحاضرة هذه الحكاية. لكن العلاقة بيناتهم وش كل اللي راهو يمكننا الاتصال به، والكاباسيتي اللي فيه، والأشياء اللي راها مكتوبة فيه، هل نقدر نكتب فيه ولا ما نكتبش فيه، هذه القرارات ما تتخذ في الأوزدي. في هذا النوع من السيرفر فيه نوع ثاني اللي هو شفناه هنا، اللي هو المونيتور. أوكي، هنا مونيتور ناس، إذا شفتوا را فيها ثلاثة، أضعف الإيمان يكون عندك ثلاثة. هذه من أجل الـ High Availability. أوكي، هنا ما عندكش مشكلة، لكن هنا في المونيتورين لازم أضعف الإيمان ثلاثة. أوكي، هنا يا تاني الـ HA ولا الـ High Availability حكاية اللي واحد يقدر يشوفها من بعد نشوفوها في شيء. هنا هذا الإيماج اللي عندنا هنا هي الفيرجن التالي، هذا مازال حتى ما خرج في لحد الآن، هو في فيرجن بيتا اللي هو سيف 5 حاليا، اللي هو ستيبل جيا 4. راح نشوفوا الفرق بيناتهم. الفرق الكبير بيناتهم هو طريقة تحضير الكلوستر، لأنه إذا هذا كله نسموه كلوستر ساف، طريقة التحضير في الساف 5 يمكن يحضره واحد لا علاقة مع الاي تي كامل. بعض المفاهيم يقدر يحط داتا سنتر ستوريج اللي يمكن تخزن فيه معلومات دولة. أوكي، هنا لا، هنا بنستعمله فيه أوتوميشن، هنا بنستعمله فيه أونسيبل. يا كنت نقول لكم دائما أونسيبل أونسيبل أونسيبل، أي حاجة
حاليا لما نحكي على deployment كبير، عما نحكي على تكنولوجيات اللي تستعمل كثير من السيرفرات، هنا لازم automation. لما تحكي automation اللي يجي في البال مباشرة أنصبل. حكينا شفنا باللي فيه عدة أدوات أخرى، لكن أنصبل حاليا أكثر انتشارا. إذا كنت من الناس اللي حابة تشوف شغل في الاي تي، خاصة إذا كنت تميل virtualization ولا infrastructure بصفة عامة، لازم يكون عندك شيء من أنصبل. هذا المشكل في السيف فور. إذا جيت تثبت السيف فور، لازم يكون عندك معلومات على أنصبل، وإلا تبقى شيء صعب. شيء ثاني أنه في السيف فور لازم ماشين اللي يكون فيها أنصبل اللي بها تعمل الانستاليشن. أوكي، هنا لا، هنا بالسيف كونفيج راح نشوفوا ديمونستراسيون ديمونستريشن في الأخير على هذا، والمرة الجاية محاضرة القادمة إن شاء الله راح تكون محاضرة خاصة بالانستاليشن. راح قبل المحاضرة نقول لكم إذا ممكن الناس اللي يكون عندها الإمكانيات أنها تحضر VM وتتبع معايا الانستاليشن، واللي ما فيهاش راح يشوفوها، ونهار اللي تمكنوا باش يكون عندهم الفرصة أنه يطبقها يطبقها إن شاء الله. هل في أسئلة لحد الآن لهنا بالنسبة للفرق بين OSD والمونيتور؟ لما تسمع بالOSD معناتها ديسك، أوكي، مونيتور معناتها هو اللي إذا جات شيء رايح من بعد نشوفه هذا الكلوستر بصفة عامة، من بعد نشوفه ما هي الطرق اللي تستعمل باش الناس تروح للكلوستر وتكتب فيه. احنا ما يهمناش، انا نتحدث الان على الكلوستر بحد ذاته. لما تجي معلومه مثلا، هذه المعلومه جايه من اجل الكتابه، اوبجكت مثلا جاي تحطه، شكون اللي مسؤول؟ من هو المسؤول على هذا الاوبجكت؟ وين يكون؟ يكون في هذا السيرفر ولا في هذا السيرفر؟ اذا في هذا السيرفر، في اي هارد ديسك، في الاول ولا الثاني ولا الثالث؟ كل هذا يستعملوا فيه ما يستعمل بالكراش الجوريتم، اللي هو يعمل الحسابات الخاصة به باش يعرف وين يحطه بطريقة ذكية، ويراعي فيها الاوبتمايزيشن، ويراعي فيها الاوبتمايزيشن. هادو كذلك تقنيات خاصة. مثلا واحد يقول لي انا يا كطالب واش يمكن واحد يكون عنده مثلا في مشروع تخرج اشياء اللي تتعلق بالالجوريتم هذا، يعمل اميليوريشن على هذه، مش بس راح يكون عندها مذكرة نهاية الدراسة فقط، لكن بها واحد يوم خداخر يقدر اصلا يروح بها بعيد. هادو الناس اللي تحب تدير مذكرة اللي تكون لها علاقة بميدان الشغل، كان اللي يحط مذكرة اللي عندها علاقة بالبحث العلمي أكثر من أنها تروح هذا الشيء الثاني اللي تحدثنا على الأرشيفتور. إذا جينا الآن لكيفية الأكسس، ولا كيش نستعمله الكلستر بصفة عامة، هذه لازم نكبروها لأنها لازم تكون كبيرة، هكذا المفروض تكون أحسن. هنا كاين طريقتين باش تروحوا للكلستر. أوكي، هذا الكلستر فيه ليبراري خاصة ولا خلينا من الليبراري هو آخر شيء. إذا حبيت تتعامل مع هذا الكلستر، عندك الرادوس اللي هو Rearable Automated Distributed Object Storage، اللي هو الطريقة الوحيدة اللي لازم تفوت بها باش تتعامل مع هذا الكلستر. والكلستر هذا
معناتها هذا هو المترجم تحت الكلوستر، هو الوحيد اللي يقدر يتعامل مع الكلوستر. الشيء الثاني بعد الطريقة هنا نحكيه هارد، معناتها راح نحكيه، رانا نحكيه على الهاردوير، لكن احنا باش نتعاملوا بالهاردوير اغلب الاحيان نفوتوا بالكرنل، ولما نقولوا بالكرنل معناتها عندك ليبراري، الليبراري اللي تستعملها باش تتعامل مع كلوستر ساف هي لب رادوس. اوكي ليبراري لب رادوس هي ليبراري ريبل اوتوميشن ديستريبيوت اوبجكت ستور، هذه يمكن انك تستعملها انت كمبرمج، هذه موجهه اكثر للمبرمجين ولا للشركات اللي حابه تخرج حاجه جديده مع الساف ولا تخرج كوش جديده في الساف. وهذو كل اللغات اللي واحد يمكن يستعملهم من اجل عمل انتجريشن على الساب، السي سي بلس بلس بايثون جافا، هذا ما نعرفوش، ما عندي اي فكره عليه، لكن هذو معروفين جافا بايثون السي بلس بلس والسي. هذه الطريقه الاولى، لكن هذه قلنا طريقه يستعملوها الناس لتعمل انتجريشن ولا تعمل برامج جديدة اللي حابة مباشرة تتعامل مع ساف بلا ما تفوت بالأدوات اللي جاية ناتيف مو مع ساف، اللي جاية ناتيف مع ساف اللي تخليك تستعمل الداتا ولا تحط داتا في ساف. هذه الطريقة الثانية اللي هي تستعمل فيها إما رادوس جاتواي، رادوس بلس ستوريج، ولا ساف فاست ستوريج. هنا نرجع للثلاث أنواع اللي شناهم في البداية، اللي قلنا فيه ثلاث أنواع من ستوريج، اللي هو بلوك ستوريج، فايل سيستم ستوريج، وشفنا الأوبجكت ستوريج. ساف من البرامج القليلة اللي تسمح لك أنك تضمن ثلاث أنواع في كلوستر واحد. كاين حتى عند ريد هات عندهم برودكت اخر يعمل مثلا اوبجكت ويعمل بلوك ستوريج بس ما يعمل فايل سيستم. شو معناتها فايل سيستم؟ كي يعطيك اكسس تروح تحط الفايل مباشره، تقول تكتب فيه مباشره، تعمل كرييشن للفايل ولا ديركتوري ولا الشيء اللي تحبه. رادوس جيت واي هذا تيب اوبجكت، وهنايا الشيء الكبير انه لما نستعمل هذه الجيت واي رادوس جيت واي اللي قادر تكون اصلا في سيرفر وحده، تكون اصلا في سيرفر وحده، شوفنا باللي فيه دي سيرفر يكون فيهم او اس دي سيرفر يكون فيهم مونيتور، قادر يكون عندك سيرفر يكون مخصص للجيت واي على حسب التايب تاع الجيت واي، قادر يكون جيت واي اسكاز، معناتها هذا جيت واي اللي يعطيك اكسس من نوع اسكاز، اوكي اللي هو اس اس سي اوفر انترنت، ولا اذا حبيت تربط، إذا حبيت تربط الساف مثلاً مع أمازون، تربط الدي سينكرونيزيشن بين الساف وأمازون مود أوبجكت، هنا تستعمل رادوس جاتواي، ولا تعطي مباشرةً دلوك أنا كي نعطيه هنا فايل سيستم فيه أنتيرا مثلاً بالساف فايل سيستم، شو معناته هو الأنتيرا يروح يستعملها مباشرةً، لا دخل له الداتا كيش هاي محطوطة في الكلوستر، كيف أنا حط الداتا تاعي في الكلوستر، ولا شكون يضمن أنه هذه الداتا ما يصرف فيها لوس، هذا كله عمل أنت تشوف مباشرة فايل سيستم ديستريبيوتد فايل سيستم، معناته
معلومة قادر تكون هناك وهم قادر تكون هنا ولا تكون لهنا. هذا كي نحكيه على طريقة اللي نستعمل بها الكلوستر ساف مباشرة، نستعمل بها الكلوستر ساف مباشرة. مثلا لما نحكي الآن على وراهم أحسن، كي نحكي أنا يا دروك وفاش نستعمله أصلا فاش نستعملوا كلوستر ساف، راحين هذه نروحوا نشيماتيزيوها نشوفوها مع بعض. أنا هنايا عندي كلوستر ساف فيه 1000 سيرفر، معناتها يمكن أنه يعطيني تخزين بآلاف البيتا. أوكي، هذا هو كلوستر ساف. دقيق، كلوستر ساف كيف يمكن يستعمله وما هي المجالات اللي يستعملوه فيها؟ الأكثر استعمالا أنا حكيت لكم عليها من قبل اللي هو اوبن ستاك. اوبن ستاك شو معناتها؟ بريفايد كلاود. في الاوبن ستاك، في الاوبن ستاك بحد ذاته فيه نوعين. خليني نشوف غير اذا فيه اسئله. عماد اكرم، ما فهمتش واش تقصد بالاس ام، اذا يمكن توضح. ونرجع للسؤال نتاعك. هنا في الاوبن ستاك، اوبن ستاك حاليا تستعمله الطريقتين ولا الغرضين، من اجل بريفايت كلاود ولا من اجل ان اف في. الناس اللي راهم معنا هنا ومتعودين على تيلكو، تيلكو دومين، يستعملوا اصلا ال 5G مخدوم على NFV. اوكي، نتورك فانكشن فيرتواليزيشن، هذه هي ثورة نتوركين حاليا. هذه ثورة نتوركين، يمكن تحط اوبن ستاك من اجل NFV فقط، مش لشيء اخر، من اجل NFV فقط، ولا تحطه من اجل البريفايت كلاود. هذا الاستعمال الأول تاع كلوستر ساف، وهنا الاستعمال الأكثر رواجا لساف. إذا فيه انفراستركتور، إذا سمعت باللي فيه كلاود كبير راح يعملوا عليه انستاليشن، وانت من الناس اللي تتقن ساف، انت يحتاجوا لك مباشرة. الشيء الثاني اللي نستعمله فيه الويب ابليكيشن ستوريج الأكثر استعمالا كذلك، لأنه يعطيك فليكسيبيليتي في الاستعمال نتاع ستوريج. هذا مجال يستعملوه كثير الناس حاليا، سورتو اللي عندهم منصات على الويب اللي تستقبل عدد هائل من الداتا. هنا لازم يكون عندك منظومة تخزين تكون فليكسيبل وتكون سكيل اوت وسكيل اب، معناتها في اي لحظه يمكن تزيد في الكاباسيتي بشرط انه السيرفيس ما يحبش، السيرفيس يقعد شغال على طول. ثالث شيء يشتغلوا عليه كثير بستوريج وخاصه الساف، بيج داتا. اوكي، وهنايا اكثر اناليتكس ولا داتا ليك. هادو جماعه الناس اللي خدموا داتا ساينس راهم يعرفوا شاي نحكي وش هي داتا ليك ولا فور، ولا كيما نقولوا داتا ليك فوق فور اناليتكس. هذا الاستعمال الثالث. الاستعمال الرابع والمتعارف عليه كثيرا اللي هو الباك. اوكي، الباك اب. انا اعطيتكم مجالات اللي
معروفة، كاين مجالات أخرى يعرفوها أهل الاختصاص بس. لما نقول لك أنا نظام EFSS، حتى واحد ما راح يعرفه، Enterprise File Synchronization and Share، هذو سي تكنولوجي. ولا ميديا ريبوزيتوري، ثاني شيء اللي يستعملوه الناس اللي يحطوا منصات، الناس يحطوا فيها الفيديو، يستعملوا كثير ساف كمنظومة تخزين، لأنها منظومة كما شفنا تقدر تكبر بطريقة سهلة وما تستحقش تقنيات كبيرة. ثم حتى الانجينير اللي حتى الكورس عند ريد هات نتاع الساف في 4 أيام ولا 5 أيام، يمكنك تلم بساف عادي وتصبح مباشرة ساف انجينير، تزيد فقط بعض التطبيقات وتصبح متمكن فيه عادي. هذه شيء ثاني اللي خلينا نحكيه على ولا اللي يخلي الساف يستعملوه الناس. مانيش حاب ندخل في الديتاي تاع اوبن ستاك كاش يخدم مع كلستر، بالك ان شاء الله يجينا نهار رايحين نحكيه على لي سيرفيس تاع اوبن ستاك، وكل سيرفيس واش يستعمل اوبن ستاك. فيه بزاف البروجيكت، وكي تقول لي ساف انا نحكينا احنا على حكينا على 1 2 3 وهنا 4، لكن ساف يعطينا 3 تاع الانواع، قلنا ستوريج بلوك فايل سيستم واوبجكت. قادر واحد يطرح السؤال هادو واش من تيب ولا واش من نوع راح يستعمله؟ هذه لازم واحد كي يكون يتعمق في الويب ابليكيشن، مثلا في ستوريج ويب ابليكيشن، يعرف باللي مثلا هذا لازمه يكون تيب اوبجكت، ولا في البيج داتا يكون ساف اف اس، ولا من اجل تخزين في ام يكون تيب ليب ار بي دي اسكازي مثلا. هادو بعض الانواع اللي تستعمل فيها. شفنا هذه، وكان نروحوا لشيء ثاني، علاش نستعملوا ساف. الحاجة الكبيرة اللي عندنا اللي ربحوا فيها في ساف هي الاسباس ولا سبيس يوز. سبيس يوز راك تقول باللي في الاش دي دي نربحوا، شحال نربحوا؟ نربحوا 16 مرة على ستوريج عادي، وفي الاس دي دي نربحوا 4 مرات أحسن من ستوريج العادي. إذا كان عندك ديسك بالأس دي دي راح تربح أربع مرات أفضل، لأنه الأس دي دي أصلا موجه لاستعمالات باينة. أوكي، لكن الأس دي دي القديم إذا عملت في مكانها شيء ساف بيزل راح تكون عندك 16 مرة أحسن، وهذا فيما يخص الكوداج نتاع الفايل. يستعمل 4 كيلو بايت ولا يستعمل 16 كيلو بايت ولا 32 كيلو بايت في الريزرفيشن تاعه، احنا ما عادش ندخلوا في الديتيلز نتاع هذه بالتدقيق على 16 و4. مهم يكون عندكم كبداية معلومة أنه بالـ HDD يكون عندنا شيء أحسن 16 مرة، لكن بالـ SDD يكون عندنا بالأربع مرات فقط. هنا تشوفوا باللي الـ SDD ممكن من الأحسن تستعمل HDD وما تستعملش SDD، لكن أغلب الأحيان في الـ OSD يكونوا الاثنين. نستعمل الـ HDD للستوريج مباشرة، ونستعمل الـ SSD ولا الـ NVMe من أجل الكاش لتسريع الحسابات، لأنه هنا ساف يخدم بالريبليكيشن ويخدم بالإيرازر كودينج، معناتها فيه ألغوريتم وفيه حسابات. الحسابات هذه لما تستعملها لازم يكون عندك ديسك يواكب هذه الحسابات. السكوريتي من أشياء اللي اشتغلوا عليها كتير في ساب، هذا مجال قائم بذاته.
اوكي مثلا هذه الكي ستوريج نتاع الكليك كش يكون، ما حش ندخلوا هنا تاني في الاشياء التقنيه في السكيورتي. البرفورمانس هنايا تاني هذا جديد، الاكثر انه جديد نتاع الفيرجن 5، الفيرجن 5 اللي راح يكون بالك مع نهايه السنه ولا مع نهايه السنه يخرج، لكن واحد يتوجد له من الان. راح نشوفوا طريقه تثبيت، لو كان راح نشوفوا طريقه تثبيت ديمونستريشن اللي كاينه على الانترنت، يمكن واحد من بعد يشوفها. راح نشوفوا طريقه التثبيت نتاع الساف وش لازم تدير، وراح تشوفوا باللي طريقه التثبيت نتاعه ولا واحد باش يعمل انستاليشن على الساف ما يستخدم، ما يحتاج حتى مهارات كبيره، لازم واحد يكون عنده البيزك في لينكس. هذا تفهمنا عليه، لينكس الان لازم يكون عندك اضعف الايمان تكون تعرف البديهيات فيه. خلينا نشوفه، انا راح نبدل الشار نشوف فيه اسئله. ساده وسام بالضبط، هذه من استعمالات تاعو في اوبن ستاك، من استعمالات تاعو في اوبن ستاك نستعملوه علشان الباكا. اوكي خلينا نشوفه هنايا، هذا طريقه التحضير. هنايا راح نشوفوا باللي طريقه التحضير هنا واش راح يكون فيها. راح يكون فيها ماشين في ام فيرتوال ماشين عملوا عليها، يكون عندك حساب عند ريد هات. نولي نحكي على هذه لانه كثير الناس ما يعرفوش هذه الحكايه اللي هنايا. لما نحكي على حساب عند ريد هات كاين developer.redhat.com، اي طالب يقدر يستعمله باش تكون عندك اكسس لكل البرودكت تاع ريد هات بدون سبسكريبشن، تستعمل اي برودكت وتخدم به عادي كيما اللي تشريه مؤسس. developer.redhat.com. اوكي هنا كاين حاجه ما حكيتش عليها، هي طريقه التثبيت. اما تستعمل ار بي ام اللي هو باكيجينغ، وهنا لازم يكون عندك معلومات كافيه على لينكس، ولا باستعمال الكونتينر، خاصة إذا الشركة كان عندها أصلا أدوات للأوركستريشن مثلا كوبرنيتيس ولا في الشركة، من ناحية نفس الكوبرنيتيس يمكنهم يسيروا أصلا ساف. أوكي RPM ولا الكونتينر، احنا راح نشوفه الديمونستريشن بالكونتينر. اوكي راح نشوفوا لانها اسهل طريقه بالكونتينر، اسهل طريقه كما قلت لكم. ان شاء الله راح نوجدوا الديمونستريشن قبل نفهمكم واش لازم واحد اللي حاب يتبع معايا التثبيت، طريقه التثبيت واش لازم يكون عنده. هي راح نديروا ابسط شيء، راح انا نوجد سيناريو ان شاء الله اللي يكون ابسط ويكون متناول الجميع ان شاء الله. نرجعوا للتشاي وهنايا راح نخلي الديمونستراسيون تبدي وممطون نفهمكم واش راه يدير. هنا وجا راح اعمل كوبي ولا انستونسيشن تاع مونيتورينغ، شوف هاي مونيتورينغ اي بي واعطاه الاي بي ريجستر اي ار ال ريجستر من يجيب الكونتينر. اوكي وهذا الكونت نتاع اليوزر، مثلا انت تروح developer.com ديرها بويده، هنا غادي نرجع بويده اعطيني الباسورد، نعطيه الباسورد ونستعمل. هنا يقوم بالتثبيت المونيتورينج هو الاول، اذا شفتوا لهنايا يشوف يتكلم على مونيتور ستاج ماناجر
اللي راح هو يقوم بالمانجمنت، وهذا كل شيء يبقى عبارة عن كونتينر. ثم انت اذا كانت عندك دراية بالكونتينر يمكن تروح بعيد في السيف ستوريز، خاصة جديد، خاصة جديد سيف اديان، خاص في الجديد راح يكون طريقة تثبيت بسيف اديان. وهنايا ما استحق حتى حاجة، زايد ثبت وقال لك تقدر تدخل لهنايا وتبدي تستعمل فيه مباشرة. ها تشوف شحال دار دو مينوت، دقيقتين، والسيد ها هو دخل بالسيف اديام شال، وراه يشوف شحال عنده. اوكي راه يشوف هنا باللي عنده شحال عنده من مونيتور، شحال عنده من مناجر، شحال عنده من OSD. حاليا عنده مونيتور واحد اللي هو VM00 اللي رانا فيه. اوكي درك من بعد واش راح يزيد؟ راح يزيد لي OSD تاعو. اوكي يزيد OSD تاعو ويزيد صباح وقت اخرين. نخليوه يزيد بي اس. كي دار بي اس هنايا يشوف قال الكونتينر اللي راه مسؤولين على البلاتفورم حاليا ومين جابهم. اوكي تشوفوا ايماج اي دي هنايا واش راح دار، راه يزيد ف لانه باش يتمكن باش هو لي في ام كما هذه الفي ام الاولى الفي ام الثانيه. اوكي هادو زوج تاع الفي ام ابعت لهم غير البوبليك كي نتاع الاساساج، باش من بعد كي يدخل الماناجر اللي هو اول مونيتور خدمه يدخل على السيرفر الاول السيرفر الثاني ويعمل انستاليشن من غير ما يدمج لك كلمه سر ولا باسورد. وهنايا راهي غير يثبت فيهم، ما راه يدير حتى حاجه، راهي غير يبعث فيهم اساس كوبي اي دي اللي شفناها الناس اللي عافوا شويه لينكس، وراه يبعث فيهم بليد سيب. هذه هنايا حضر، خلينا نشوفو نشيماتيزيوها، نشيماتيزيها هنا احسن. نفرض عندي جام ما نخرجوش من راح نشوفو نعملكم هنايا وش عمل هو. كانت عنده VM00 اوكي هذه عمل عليها اول مونيتور. اوكي من بعد حضر من هذه، حضر VM01 VM02 ابعت لهم بالاساساج كوبي اي دي باش يتمكن يدخل بالاساساج بدون هذا العمل اللي عمله حتى دركا. حتى الان عندنا قلنا مونيتور واحد، ما عندنا حتى OSD وما عندنا حتى ماناج، كل شيء راهو في المونيتور الاول. واش راح يدير دركا؟ راح يدخل بالشال نتاع الطريقه هذه، طريقه جديده اللي هي سيف اديام اللي بها يجيري يعمل هاك. واش زاد؟ هاك شو زاد الاول وزاد الاول، معناتها قال لها كلوستر تاع ساف اللي راهو عندي الان اللي فيه فيرتوال ماشين واحد اللي هو في ام 00 راح زاد له 01 و 02 اللي شفناهم. هذه اعمل لهم مباشره الان اد، خسر عليهم كلمة واحدة اللي هي اد والاسم نتاع الفي. كي كمل هذه راح يتأكد الآن بالحالة نتاع الكلوستر حاليا. استنى شوية هو لأنه فيها حاليا تثبيت يقوم وتشوف apply OSD all available device. وش معناتها؟ معناتها قال لي راهم كاينين لهنايا لي سيرفر، قال لي راهم عندك فلاليست استعملهم ك OSD هنا. هذه طريقه من اجل الديمو فقط، المونيتور والOSD يكونوا مع بعض.
المونيتور او اس دي يكونوا معك. هذه بس من اجل ديمونستريشن. هنا كملنا مع الاو اس دي، انا علمناه باللي ثلاثه راح يكونوا داخلين في الاو اس دي، وراح نشوفوا الان الهيلث تشيك نتاع الكلستر. المونيتور ثلاثه، في ام 0 في ام 2 في ام 2 في ام، والمانجر هو هذا. تشوفوا المانجر عندها اسم هنا، هذا المانجر هو كونتينر، المانجر كونتينر، وعنده مانجر وخد اخر راهو اون ستاند باي هنا من اجل الاي افيليبيليتي، راهو في الفي ام 0. معناتها اذا الكونتينر هذا صرا فيه اي مشكل، الكونتينر الزوج راهو واجد باش يرجع له. والاو اس دي هنا عندك ثلاثه او اس دي، اوكي البول، وهنايا شحال عندك اكتيف، والداتا والكاباسيتي اللي راه عندنا حاليا اللي هي 450، معناتها لي ديسك اللي كاينين هنا وهنا وهنايا، هادو كي جمعناهم في بول واحد، معناتها هذا هو البول تاعي، البول تاعي وشافيه في هادو وهادو وهادو، قلنا بهذا غير من اجل ديمونستريشن ما نتريزيوهاش في البرودكت. هذه هي 450 جيجا. انا كي نحط هنايا معلومه، انا باليش وين راح يحطها، يحطها هنا يحطها هنا يحطها هنا، ما يهمنيش انا. واش يهمني؟ يهمني اني المعلومه تتخزن وبطريقة آمنة، ما فيها حتى مشكل أنه يجي نهار وهذا المعلومة تروح. هذه الطريقة اللي شاف بها هو الكلستر الآن يستي، وهناك تشوفوا كامل، تشوفوا كريتش كراش بي ام مونيتور ماناجر، وكل واحد وراه لا فيرسيون تاعو وقتاش الايطا تاعو وقتاش راهو اون كوزيكيسيون، واش من هوست راه يخدم فيها. تشوفوا 0 1 كيما النود اكسبورتر كاين في الان في الدو في الزيرو في الان والدو، هذه من اجل الاشا. او اس دي كاين في الان في الزيرو، الماناج المونيتور كاين في الان. بس كي يكون عندنا برودكت هذه الحكايه هنا تبدل، مستحيل انك تصيب الاو اس دي في الدو وعاود تصيب مونيتور في الدو. شفنا وقادر يكون عند المناجر يكون بلاصة، هذه جرافانا مثلا، هذه مونيتورين جرافانا اليرت مناجر، هذو قاع تاع مونيتورين، لهذا يعيط لهم تاع المناجر. مش مونيتورين معناتها هذا مونيتورين تاع الساب، حكاية اخرى، هذا مونيتورين تاع الكلستر كامل. هذه الطريقه راك تشوفوا باللي وجد ان كلستر فيه ثلاثه كور، ثلاثه نتاع لي سيرفر، راهو حتى دركا واصل ثلاث دقائق باش وجدهم. ما راح نشاو كريا جيت واي، خرج جيت واي جديده، ها هي بالاسم نتاعها بلازون، بلازون سماها تيست تيست زون. هذه الجيت واي غادي استعملها ديريكتوم، هذوك اللي كنا نحكي عليهم رادوس جيت واي ولا ليب رادوس ولا السابتك، هاو خدمها مباشره بكلمه واحده، بصح كل شيء بالكوماند لاين. وهنايا اذا شاف من جديد واش راهو عنده لهنايا، راح يشوف باللي راه عنده ان كليانت او كونيكتي، معناتها هذا هو بروحه دركا رجعوا كونيكتي، هما راد دو جيت واي دو دايموند، وين راهم؟ واحد في الزيرو وواحد في الان. كي تجي هنايا تشوفهم بنفس الطريقة، وهذه الطريقة السهلة اللي هذه ما هذه تاع السانك، هذا جديد، هذه رجعوه شيء يلعبوا بها الأطفال، هذا ماشي ما تقدر تقول أنا انجينيور مهندس قمت بتثبيت ساف، ما تجيش عليك تقول لي اوبتمايزيشن، تقول لي ديزاين، تقول لي واه بصح انستاليشن ما تعاودش تحكي عليه.
هذا هو آخر شيء كنا نحكيه عليه. راح نشوف إيش OSD is container. كل شيء is container. كل شيء is container. هذا إذا اختاريت أنت طريقة الانستاليشن بالكونتينر. في الفيرجن الجاي راح يكون كونتينر باي ديفولت. بصح مثلا في النسخة 4 كانت عندك الاختيار. احنا راح ان شاء الله نديرو على الفورة، راح نديرو الديمونستريشن اللي تقدروا تتبعوه على الفور، ما عادش نديرو حاجة بالبيطة. راح نشوفو سادة ويسام خدم بثلاثة تاع الفيان. اوكي انا تاني ان شاء الله راح نسي ندير لكم سيناريو نتاع ثلاثة تاع الفيان خطرة على خطرة ونديروها هكذا، نديرو نتاع حاجة ومن بعد نشوف انا نوجد مام تاع السانك ونسي ونديرو. Each one of them, one of what, مصطفى؟ باش نعرف راهم كاين بزاف الأسئلة باش نعرف واش خلت. OSD monitor، إيه. كل كونتينر جاي في الماشين. عندك ثلاثة تاع لي كونتينر جايين كل واحد في الماشين. وعنده علم على واش كاين في تروا ماشين باش تفهموا ليه. عنده علم كي تدخل أنت للكونتينر قائم بذاته، سيستم قائم بذاته. هل في أسئلة أخرين؟ OSD is container. إيه هذا OSD is container. المانجمنت تاع ال OSD container. المانجمنت تاع ال OSD في الكونتينر. أوكي؟ بصح الديسك لازم يكون في الكونتينر. معناتها اذا كان عندك هذا ناخذ هذا الشيما اللي ماشي واش عندنا. هنا عندنا مونيتور وهنا عندنا مونيتور وهنا عندنا مونيتور وهنا عندنا زوج تاع ماناجر دو سيرفر وهذو كاع او اس دي. او اس دي هذا او اس دي هذو هذا فيزيكال سيرفر. هذا فيزيكال سيرفر. لكن كي نحكي على كونتينر معناتها الكونتينر اللي يجي الأ والبي والسي قادر يكون لهنا قادر يكون لهنا. لأنه هنا راح نرجع في كونتينر راح يكون عندك ماستر في الأوركستريشن وعندك وركر. وصادي يبون الوركر وين يكون؟ قادر يكون هنا قادر يكون هنا قادر يكون هنا قادر يكون هنا. صادي يبون تار لأنه من بعد هذه في الديزاين أخي هذه تجي في الديزاين. قادر واحد من بعد يقول لهم باللي هادو مستحيل يكون فيهم كونتينر أنا نستعمله بس للهارد. أوكي مصطفى في أسئلة أخرى؟ كما قلت لكم باللي راح نشوفه ان شاء الله راح نبارطاجيها في الصفحه. الله يخليكم راح نزيد نولي نرجع كل شيء للصفحه. الحساب تاعي مشكل انه نتلقى فيه بزاف طلبات اضافه وانا الغالب راك معاتني 5000 اخر حد عند ذاك كملت معاه هذه 3 سنين ما لغال. الصفحة هي الطريقة الوحيدة اللي نقدر ننشر بها. الناس اللي ما عندهمش معايا فرانك ما يقول لك لا ما متابعينيش في الحساب نتاعي. More info about disaster recovery using that. وسام disaster recovery ناتيف. شو معناتها ناتيف؟ معناتها إذا كان عندك أنت عندك كلوستر الأول هنا كلاستر هذا فيه ثلاثة تاع OSD وعندك كلاستر ثاني اللي جاي في مكان ثاني وريبليكا OSD OSD OSD. الأشياء اللي كاينة في هذا راح تكون سينكرونيزي اوتوماتيكلي بين ليدو. هذه الطريقة خاصها بس كونفيجريشن
كاين بارامتر تحطهم باش تحدد هاد السنكرونيزيشن شحال باش تندار وقتاش تندار وكشي، وما عندك حتى كونفيغوريشن زياده تزيد، وهو يقوم بالنيسيسر. حتى اذا حطيت دي بارامتر هو يعمل تيست وعندك مشكل مثلا في اللاتنس ما يقدرش يدير سينكرونيزيشن بطريقه عاديه، هذا المشكل يحطه لك قبل يبدي السينكرونيزيشن. لازم يقول لك لازم تصحح هذا المشكل قبل ان اعمل انا اكتيفيشن على هذا الفونكشنال باش يكون فعال مكان. وش معناتها؟ معناتها انت كانجينير ما عندكش حاجه لازم تكون تعرفها ولا بلان لازم توجد له باش دير ديزاستر ريكوفري، ناتيفلي داخل في ديزاستر ريكوفري. واذا ان شاء الله تمشينا اللاب الاول يكون مليح نديروا لاب اخر ونسيميلي ان شاء الله ديزاستر ريكوفري. اوكي وسام، ان شاء الله. هذا اخر شيء ان شاء الله كان المفروض نشوفه في هذا المحاضره تاع اليوم، اللي هو اكثر كان اكثر فيه مجال نظري، واش يعرف التكنولوجيات اللي مستعمله، وشفنا ديمو سريع على طريقه في جديد، وراح نشوف ان شاء الله تطبيق عملي اللي ندروه مع بعض ان شاء الله في الايام القادمه.